ديما ديما راجع. السلام عليكم ورحمة الله. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فير جابوا عنوان الكاف يزف خبرا سارا للرجاء بخصوص العربي الزاولي، وتلقى فريق الرجاء الرياضي بالأمس خبر سار بخصوص تأهيل ملعب العربي الزاولي لاحتضان مباريات الفريق في منافسة دوري أبطال إفريقيا الموسم الرياضي الجاري. وصادقت لجنة البنية التحتية بالكونفدرالية الإفريقية على ملعب العربي الزاولي من أجل استضافة مباريات الرجاء في عصبة الأبطال بعد ما قامت بزيارة تفقدية لأرجائه. ورفضت لجنة الكاف في وقت سابق ترخيص الرجاء باستقبال مباراته أمام الحرس الوطني من النيجر لعدم اكتمال الأشغال به هو مدفع الفريق لتوجيه بوصلته نحو ملعب العبدي بالجديدة. وبحصول الرجاء على ترخيص رسمي من الكاف غيكون بإمكان الفريق الأخضر تحويل مباراة إياب الدور التمهيدي للدار البيضاء واستقبال الحرس الوطني من النيجر بالعربي الزاولي يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء. يذكر أن فريق الرجاء أرجع بفوز مهم خارج قواعده بهدفه الهدف واحد في مباراة الذهاب، والأهداف كانوا من توقيع صابر بوغرين ومروان زيلا. أربع لاعبين صداع في رأس الرئيس المؤقت للرجاء. وكشف الرئيس المؤقت لفريق الرجاء الرياضي عادل هالة على مجموع نزاعات الفريق بكل من الجامعة الملكية والاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الطاس في أزيد من 3 مليار سنتيم و 200 مليون. وأكد مسؤول بالفريق الأخضر أن المكتب مدير الرجاء مطالب بتوفير سيولة مالية قيمة 860 مليون سنتيم لتسوية أربع ملفات نزاعات في الاتحاد الدولي، من بينها ملف واحد الليبيري بيتر ويلسون اللي استخلص حكم فائدته قيمته 700 مليون سنتيم بعد ما كانتش كتعدى 375 مليون سنتيم قبل بضعة أشهر، وإلى جانب تسوية ملفاته الأربعة في الاتحاد الدولي فيفا كتنتظر المكتب مدير الفريق الرجاء مهمة صعبة جديدة، إذ غيكون مطالب بإقناع مجموعة كبيرة من اللاعبين والمدربين بتوقيع بروتوكولات خاصة بخصوص أداء مستحقاتهم المالية العالقة بذمة الفريق الأخضر عبر أقساط محددة الأداء من أجل انتزاع موافقة الجامعة بخصوص تأهيل اللاعبين الجدد اللي تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري. يذكر أن فريق الرجاء تعاقد حاليا مع كل من حارس مهدي الحرار والمدافعين هاني إمام وعبد الكريم بعدي ولاعبي خط الوسط هلال الفردوسي والغاني سيرج إريك زيزي. الرجاء يفاوض العين الإماراتي لاستعادة مبارك. وفتح المكتب الموسعي لفريق الرجاء الرياضي قنوات تفاوض مع نظيره بالعين الإماراتي من أجل استعادة متوسط الميدان المهدي مبارك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت مصادر خاصة أن مسؤولي الفريق الأخضر أعادوا تقديم طلب لفريق العين من أجل الاستفادة من خدمات مهدي مبارك ووضحوا استعدادهم للتفاوض سواء بالإعارة أو شراء عقده بشكل نهائي. وضافت نفس المصادر أن رغبة مبارك في العودة للرجاء غتساعد في تسريع المفاوضات، خاصة أن اللاعب كيفضل البقاء رفقة المجموعة الرجاوية بسبب العلاقة والتفاهم الكبير اللي كيجمعوا مع أفرادها. وكيجي تحرك إدارة الرجاء لمعرفة مبارك بوضعية الفريق والأجواء الداخلية وما غيحتاجش لوقت كبير من أجل الانسجام في ظل سعي الفريق الأخضر لتعزيز مركز وسط الميدان الدفاعي. هذا وخد مبارك الموسم الماضي رفقة الرجاء كمعار من العين مجموعة من المباريات ونجح في المساهمة في تشويج الفريق بثنائية البطولة وكأس العرش في سنة استثنائية ما تذوقوش فيها النصور طعم الخسارة. خبر مفرح أخيرا قرب عودة بودريقة للرجاء. ومنذ اعتقاله في ألمانيا كيواصل رئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة تشبته ببراءته في انتظار تسليمه المحتمل للسلطات المغربية في قادم الأيام. وتواصلت مجموعة من المنابر الإعلامية مع مصدر من عائلة رئيس الرجاء وقدم معلومات قيمة على أماكن وظروف احتجاز محمد بودريقة. وأكد المصدر الخاص ما كانش بودريقة كيعرف أنه كان موضوع مذكرة تفتيش من الأنتربول وإلا ما كانش غيمشي لألمانيا، غير أن مصادر قضائية مغربية كتأكد أن مذكرة التوقيف المذكورة عمرها 6 أشهر على الأقل. وزاد المصدر نفسه أن بودريقة حاليا كيتواجد في مركز احتجاز كيوقع بالقرب من مطار هامبورغ وأنه كيتمتع بكل حقوقه وكيعيش حياة عادية في انتظار أن القضاء يقول كلمة الفصل في قضية احتجازه. وزاد المصدر نفسه أنه بعد حرمان بودريقة من هاتفه المغربي قامت السلطات القضائية الألمانية بتزويده بشريحة هاتف نقال محلية للبقاء على اتصال مع عائلته. وزاد أن بودريقة حصل على وثيقة تنازل في تهمة الزوار اللي رفعها ضد المهندس محمد رضا بناني، وأنه بدأ في تحصيل الشيكات اللي دفعها في وقت سابق مقابل تسليم أصحابه المبالغ المالية المتضمنة فيها من أجل العودة للمغرب وتجنب السجن. في نفس السياق نشر ابن محمد بودريقة صورة للأب ديالو مع تدوينة كتوحي بلي الرئيس قريب يرجع للمغرب وينهي المشاكل ديالو بصفة نهائية ويواصل مهامه كرئيس الفريق الأخضر.
تألق أبريغو في الدوري البوليفي يحرج مسؤولي الرجاء. وفي تفاصيل الخبر، كيواصل فيكتور أبريغو ألونسو تألقه مع فريقه الجديد ناسيونال بوتوسي البوليفي قادما من الرجاء الرياضي. وتألق أبريغو في مباراة فريقه أول أمس في الدوري البوليفي، بحيث أعاد ناسيونال في المواجهة من هزيمة الفوز، وسجل اللاعب الرجاوي هدف التعادل وعطى اسيست في هدف الانتصار. تألق أبريغو أحرج مسؤولي الرجاء اللي كيبحثوا حاليا على مهاجم يعوض رحيل كل من رياض بن إياد والمهدي موهوب. يشال أن أبريغو ما لعبش مع الرجاء كثيرا الموسم الماضي بسبب اختيارات المدرب زامباور، ما خلاه يرجع لبلده بوليفيا، وحرج مسؤولي الرجاء بهذا التألق. الرجاء يستجيب لطلب منخرطه ويعلن عن تأجيل الجام العام إلى 12 شتنبر القادم. وأعلن فريق الرجاء الرياضي أمس الاثنين على تأجيل موعد الجام العام اللي كان مقرر في 31 شهر غشت الجاري، وأكد في بلاغ رسمي أن المكتب مديري للنادي قرر تأجيل الجام العام ليوم الخميس 12 شتنبر القادم وفق جدول الأعمال المعلن عليه سابقا. وكانوا منخرطي الرجاء الرياضي طالبوا بتأجيل الجام العام في ظل التطورات اللي باتت كتعرف قضية بودريقة، إذ كتشير عدة أخبار قرب عودته للمغرب ومواصلة مهامه في رئاسة النادي للسنوات القادمة، إذ متبقي في الولاية ديالو 3 سنوات. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. I'm gonna make it.